أهلا بكم. اليوم جيت باش نعود لكم واحد الحكاية. هذه واقعة وقعت لواحد السيد درويش وما كيتعدى على شي واحد، والناس كاملين كيبغيوه وما تلقى شي واحد عنده معاه العداوة. ومع ذلك دوز 6 سنين ديال الحبس. هكاك ماذا ما دار حتى شي حاجة. واحد النهار السيد كان يعني كان عنده المعيزات ديالو، كان عنده الخير ديالو، يعني غير المعاز والجمال. ومع ذلك الدنيا دارت كالدور كما كيقولوا الناس، دوير الزمان. السيد كان عنده واحد الموتور، وهو أمي ما عمره دخل مدرسة، حتى يعني عنده كسيبة ديالو هما باش عايش وفي الحياة ديال الأب ديالو، يعني هداك الشي ديال الأب ديالو. والأب ديالو من بعد ما جمع شي فليسات شرا الأرض والدار في واحد الدوار، والأرض يعني فيها شي نخيلات، فيها مية من الأرض كتحرت والدار. ومن بعد الأب ديالو توفى، والسيد يعني ملي تسالت الكسيبة ورجع يسكن في ديك الدار، ودار هو والزوجة ديالو شي معيزات هكا، ولكن ما كافينش، ما عندوش يعني باش يعني الفلاحة ما فيها، يعني ما كيستفد منها حتى شي حاجة. وفكر السيد انه يدير ميكانيسيان عنده في الدار، ولكن ما عندوش رخصة. ومع ذلك خدام يعني عشوائي، ولكن وفين تعلم السيد عمرو قرا في المدرسة، ولكن كما قلت لكم عنده واحد الموتور هو كيتعلم منه كيف سخو كامل، وعاود كيرجع البياس كما كانوا. ما فين تعلم السيد واحد شوية شوية بشوية حتى ولا يعني عارف، ولا بحال الميكانيسيان، يعني ميكانيسيان هو ما عمرو قرا وما عمرو عنده شي تكوين على ميكانيسيان، ولكن هو تعلم بوحدو. بقى السيد شوية بشوية تولى يعني كيعرف، والناس كتعرفو، والناس بزاف كيجيو لعندو، والناس عفوا والناس ولات كتجي عندو. ولا يعني السيد خدام بخير وعلى خير. واحد النهار جمع شي فليسات قال بلاتي نبني الدار. كانت عنده الدار ديال الطين، يعني غير الدار ديال الطين هكا، غير المهم غير حيوط وصافي. الحلم ديالو انه يطلع الدار ويصبغها بحالو بحال الناس ديال داك البلاصه، وداكشي اللي دار، وبنى الدار وصبغها. ومن بعد جا عنده، قبل ما يصبغها جا عنده القايد ديال تما، او كيسميو الخليفة ديال ديك الدوار، كيستفزو، قال ليه ما غاديش تصبغ.
ما تصبغش الدار ديالك، ولكن كان السيد عنده طموح، عنده الحلم انه حتى هو يدير بحال نفس ديك الناس اللي تما كاملين اللي بناو، وما سمعوش. قال لي هانت غادي ندمك على حياتك اذا صبغتي الدار ديالك بحال الديور ديال الناس الاخرين، بحال ديك سميتو. مع ذلك ديك البلاصه ما كيبنيوش بالرخصه، يعني كل واحد عنده الارض كيبني هكاك، وحتى واحد ما عندوش الرخصه ديال البني. وخلاه السيد حتى صبغ الدار وطلعها، يعني حتى طلع الدار وصبغها. واحد النهار جابلو الجدرمية، والسيد ما عارف حتى شي حاجة، يعني علاش جاو انها، وما عارفش حتى باش متهم السيد وجاو قلبولو الدار، وما خلاو ما قلبو، وما لقاو عنده الفلوس جمعوا شي حاجة من عنده وشي حاجة ديال الزوجة ديالو، ومن يعني يجمعوا قلبوا يعني حوايج ديال الزوجة ديالو، وقلبوا حوايج ديالو هو، وقلبوا حوايج ديال بنته. بحال هاد السيد هذا ما عرف حتى اشنو دار، واش في جريمة، وما عرفش حتى باش متهم، علاش الناس جاو هكاك تهجموا له على الدار، قلبوها كاملة وجمعوا شنو جمعوا، جمعوا شي 5000 درهم، 5000 درهم عباد الله، شي حاجة داو واحد، شي حاجة داو من عند السيدة المرأة، واحد شوية شي حاجة داو من عند بنته، وداو ليها واحد الكورميطة وهي تتبع فيهم، عطيوني الكورميط ديالي، عطيوني ودارو في الجيب ديالو واحد جدرمي وتبعاتو، عطيوني كورميط ديالي، عطيوني كورميط ديالي، تبعاتو من بعد جبدو من الجيب ديالو، ما عرفتش واش سرقة ما عرفتش. المهم عطاه عليها، ولكن جمعو هالصرف، يعني الصرف يعني كان الولد باع كيبيع الحمام وكيبيع يعني شي حاجة هكا، جمع داكشي وجمعو داكشي وجمعو 5000 درهم باش يديرو له في الدوسي، وشنو لقينا عند السيد؟ داكشي اللي لقاو عنده داو السيد، هو سيد ما قاري ما عارف حتى شي حاجة، وداوه والاخر كيتفرج فيهم. مع ذلك ان ما جابوش الورقه ديال التفتيش اصلا، حيتاش هما ما عارفينش علاش، ما كانوش معولين عليه اصلا يجيو، هما جاو على شي شغل اخر تما، ومشاو للجماعه ملي لقاو الخليفه تماك، هو اللي جابهم، ماشي جاو كاع من المحكمه، ماشي تصيفطوا على شي تفتيش على شي حاجه، هو اللي جابهم. داك السيد اللي كان قال ليه اذا صبغتي الدار ديالك من برا غادي ندمك على حياتك، وداو السيد داو يعني داوه للبرقاد، وعمروا له الدوسي، وسنى السيد على الدوسي وما قاريش، ما عارفش علاش سنى اصلا، والسيد داوه للسجن وكيدوز يعني المحاكم. قال كيشوف يعني كيسمع شي سؤالات كيسقسيه القاضي، ان القاضي كيحكم على داكشي اللي عنده في الوراق في الدوسي، القاضي ما كيحكمش يعني بالباطل، كيحكم على داكشي اللي عنده في الدوسي، ولكن الحفره فين تحفرت له في البرغاد، ومن عند هذاك الخليفه، راه مات دابا الخليفه، ما بقاش يعني في الحياه الله يسمح له. يعني كيقول السيد منين كيسمع الاخر كيقول ليه لا السيد القاضي انا ما درتش داكشي، كيقول ليه هذا الكلام ديالك انك انت سنيتي عليه، كيقول ليه لا ماشي، يعني
والسيد صافي تصدم، تصدم السيد، ما عرفتش واش شنو غيدير، انها طاح في الفخ، تهموه اني تهموه اني كيبيع شي حاجه، وحكمت عليه المحكمه 6 سنوات نافذه، ودار استئناف ونقصت له 2 عامين وخلت له 4 سنين. ولكن السيد قال انا مظلوم وما يمكنش انني نبقى 4 سنين بين الحيوط وانا ما درتش بيدي ولا برجلي. ومن بعد دار النقد، يعني باش نقص حتى داك 4 سنين، وكان عنده الأمل كبير باش يخرج البراءة، ولكن مع كامل الأسف رجعوا له داك 2 عامين اللي تنقصت ليه في الاستئناف. ومن بعد دوزها كاملة، ودابا واحد النهار قبل ما يخرج وكيسمع بالخبر ان السيد اللي كان سببه راه مات في الفراش، يعني ما مرض ما حتى شي حاجه، حيت بزاف ديال الناس دار لهم ديك الطريقه. علاش؟ حيت ما عطاهش الشواء، يعني اي واحد قال ليه هكاك ما عطاهش يعني رشوه كيستفزو. لهذا وكنت منه الاخر يغفر له الله على داك الشيء اللي دار للناس. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وكنت معكم زهره اي سعيد، وكنت من لكم التشجيعات ديالكم، وشكرا على المتابعه. ما تنساوش لايكات وتعاليق وشي تعليق زوين باش يزيد التحفيز. وراني سمحوا لي شويه على الهضره، يلا يعني كنتعلم باش نعاود الحكايات. وهذا الشيء فعلا واقعي. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وكنشكركم، وشكرا شكرا بزاف. وما تنساوش لايكات، وبسلامة عليكم، وشكرا لكم بزاف.